تعيشي حياتك، خلي الناس يشوفوكي صح. لمار الناس عم تهرب وتبعد عنك. أنا عذريني، معلش لمار، خليني بعيدك. بس أنا ما إلي حدا غيرك. أنا وين بدي روح يعني؟ ما أنا جنبك، بس تعتازيني بتلاقيني. حاسة حالي عم بخسر كل شيء شوي شوي. فيكي تخسري كل شيء وكل العالم، بس اوعك تخسري حالك. انت كمان رح احضر ولادتك صح؟ اكيد. انتبه على حالك. وانتي كمان. هاي ياسمين. هاي حسام. ازيك؟ كيفك؟ الحمد لله. معلش يا حبيبتي، انت كلمتيني، انا كنت برا البيت، ما لحقتش ارجع البيت علشان اجيب لك صندوق المجوهرات. ولا يهمك يا حسام، انا ما حكيتك من هالشيء، كان بس بدنا نقعد نحكي شوي عن الفيلم. شو صار معك؟ تمام، شغال، بس البدايه دايما بتبقى معقده. انت عارفه ياسمين، البدايه دي بتبقى الاستهلاله الاولى اللي بيشوفها المشاهد، عشان كده انا عاوزها تبقى بدايه قويه ومشوقه، مش عاوزها تكون بدايه عاديه. طيب شو رأيك نبلش الفيلم بعرس ضخم بين فنان ومدير أعماله؟ الشي اللي بيشبه الأيام اللي فكرت حالها حتقضيها معه بحب ونجاح. كملي، أنا عاوز أسمعك، طلعي كل اللي جواك. منبلش بأول ليلة، ليلة اللي فكر حاله امتلكها وخلص. حلو حلو، يعني بداية حلم جميل، وللأسف بعد كده انهيار تراجيدي للكذبة الكبيرة اللي انت كنت عايشة فيها. حلو. بتعرف حسام، اوقات كتير بسأل حالي ليه جو عمل فيه هيك؟ يعني ما كان بينفع الحب يترافق مع الشهرة والشغل نضيف؟ ليه الطمع؟ يا ترى لقيتي جواب لسؤالك ده؟ طبعا لقيت. لقيت انه جو ما بيعرف يحب، ولا بعمره رح يعرف يحب. ويلي على اخرته شو بشعة. ياسمين، مش عاوزك تفكري بشكل انتقامي، خليكي ياسمين النظيفة الطيبة. عاوزك تفكري ببداية جديدة، بداية هتبتديها انت لوحدك ومن غيره. من الليلة، الليلة حبلش بداية جديدة. من الليلة؟ اشمعنى الليلة؟ يعني فيها ايه الليلة؟ الليلة آخر مرة رح غني فيها مع جو. الليلة بعته صوتي تيتنزلي عن كل العقود اللي بيناتنا. طيب وهو وافق كده؟ طبعا حيوافق، ما عنده غير خيارات. هو عارف ان انا حقتلك وامشي بأي طريقة، بده يبتزني لآخر لحظة. يعني الليلة هتبقى نهاية وبداية جديدة كمان. بداية نضيفة. إن شاء الله يا ياسمين، إن شاء الله. عيشي حياتك، خلي الناس يشوفوكي صح. لمار الناس عم تهرب وتبعد عنك. الو اميره، كيف يعني مش مبين؟ لوين راح؟ طيب طيب سكري، يلا جاي انا. فرح يا فرح، تعال يا حسام انا هنا. طمني، البوليس ما جاش ياخد. ايه بس الجميل، ماله بس؟ مالك؟ ده انا حتى لابس لك كرافته كحلي النهارده وزديري مش اي كلام. بقول لك ايه؟ ما تيجي ناخد بعضينا وناخد هدنه كده اهو، ونروح نتغدى بره ونشيش على البحر زي زمان. ايه رايك يا جميل؟ ما
خدتلاش صندوق مجوهراتها ليه؟ مش كنت مع ياسمين؟ انا؟ ايوه انت. ما تبصليش كده، علشان انت لما بتبقى معاها انا بشوفها في عينيك. هو انت ليه يا فرح عاوزه تعملي مشكله من لا مشكله؟ عايزه تخلقي موضوع من لا موضوع؟ ليه يا فرح؟ علشان ده احساسي، واحساسي عمره ما يخيب. على فكره فرح، انا بقيت كل ما ببص لك دلوقتي بشوف فيكي ميرفا التانية. انت بقيتي شبهها قوي، خلي بالك. انت غلطان قوي يا حسام، انا مش شبه ميرفت ولا ميرفت شبهي. عارف ليه؟ علشان ميرفت يوم جوزها طلقها واتجوز بعدها ما كانتش حاسه ان في واحده في حياته ولا في قلبه، انما انا عندي احساس، احساس جامد جدا. بحس بجوزي واعرف هو كان مع مين وبيفكر ازاي وبيعمل ايه. الله الله يا استاذه، ده ايه التحديد الجامد ده؟ عماد الدين اديب في بهدوء. بسم الله ما شاء الله. بقولك ايه يا بيبي، المره الجايه لما تروح لها خد لها الامانه. عارف ليه؟ علشان الامانه صعبه. صح، هي فعلا الامانه صعبه، والعيشه بقت صعبه، والخنقه صعبه. على فكره يا فرح، لو فضلت كده كتير المسافه اللي ما بيننا هتكبر اكتر من كده، وحياتنا هتتدمر. خلي بالك. يلا وين وين راح؟ ما بعرف. لك كيف يعني ما بتعرفي كيف؟ يعني فتلة عن المشاورة بقى، فتلة عن ودا، ما لقيت وفل. انت شغلتك ترقبيه، شغلتك انه يضلوا عيونك عليه. اكيد انت السبب، اكيد ساعدتيه ليهرب. قولي لي وينه؟ ما تقطعيت علي، ما بعرف وين راح. فل. الو عماد، وينك؟ الو عماد، وينك؟ لك كيف يعني ما خصني؟ انت بتعرف ان الشرطه عم بتدور عليك؟ لك ما فيك تتصرف بلا تفكير وتورطنا. اوكي ما رح شارعك. انت وين؟ عمول معروف، بس تخلص ارجع على البيت، انا ناطرتك هون. خلي هيدا الموبايل معك واعطيه، بركي جن جن وقرر يطلع مرة تانية، على القليل اللي نقدر نوصل له. فمن يكسر فيه يظهر؟ ما رح اقدر اخليه محبوس أكتر من هيك. قولك رح لعند رنا؟ ما بعتقد انه هو هالقد غبي ليروح على المزرعة، وخاصة انه عارف انه الشرطة عم بتدور عليه. عموما هن تركوا المزرعة وراحوا على بيت جهاد. ميرا، حسيتك عم تتقربي منه أكتر، عم شوف هالشي بعيونك، مش هيك بدي اياك تساعديني؟ شو بدي ساعدك بعد؟ ساعدتي كتير لهلا بفتكر. ميرا فهميني، هدفه الأساسي ما لازم يكون رنا، بالنهاية تركته وبدلته بإياد وحرمته من حقه من البيبي. هذا البيبي لازم يكون خلاصه، هو رح يورد كل شي من جهات، مش هيك لازم ينسى رنا ويركز على البيبي وبس. بتعرفي؟ مشكلتي ما عم بقدر صدق انك عم تعملي كل هالشي كرمال مصلحته. انا اكيد انك عم تستغليه تنتقمي من هالعيله، وانا اكيد كثير منيح انك عم تعملي هيك. كلامك صح، بس مصلحتي هي مصلحته. انا كمان انظلمت كثير من هيدي العيله، ما قدرت انتقم منه. يمكن هو يقدر يساعدني. بس يخلص انتقامك وما يعود له لزوم، رح تتخلصي منه، ما هيك؟ ميرا فتحي عيونك منيح، ما بدنا نوقع بمصيبة أكبر من هيك، مش بس كرمالي أنا، كرمالك أنت كمان. فاهمة شو عم قلك؟ طيب أنا صار لازم أمشي.
انا سحبت المصاري من البنك. جود، شو قررت تعمل؟ عم فكر بشي جديد، شي بعيد عن هذه القصص، عن تأجير السيارات وعن مواضيع العقارية اللي ربحها بطيء، ما بعرف. وليه ما بترجع للميديا؟ خبرتك فيها طويلة. لا لا، ما بدي ارجع للميديا ابدا. خلي جهاد ولمار يتناطحوا لحالهم عليها. طب شو بدك تعمل؟ في كافيه معروض للبيع، حسب ما عرفت انه موقعه بوسط تجاري كتير مهم. منه كتير كبير بس فيه اشتغل لطوره. حلوة الفكرة. بتروحي نشوفه؟ لا لا لا، انا خليني بعيد عن هالقصص. خلص انت عمول اللي بتشوفه مناسب. مش انت شريكتي؟ بلا، اصلا انا بوثق بالشريكي فوق ما تتخيل. خلص عمول بدك اياه، مش رح كون اشتر منك. اوكي، لكن رح جرب احكيهم وانزل شوفه. اوكي. جاهزة؟ انت جاهز؟ انا طول عمري جاهز، بس نفسغ الكونترايك اللي بيناتنا ساعتها بصير جاهزة. غالي والطلب رخيص، اقل من دقيقة تكون العقود كلها عندك. لا 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 لا، اول شي بدك تعمل تطلب للمحامي يكون موجود. ايه، وصلت للمحامي؟ عم بضمن حقي. مش انت عم تعمل ست شي؟ تمام، نطلب المحامية، مش غلط. واو واو. شو صار لك؟ حس حلو عم شوفك لأول مرة. يعني اليوم لا ملكة ولا أميرة، اليوم السلطانة رايحة تتوج على عرشها. مظبوط، الليلة أنا رح أتوج، لأنه هاي الليلة مو مثل كل ليلة. شو قصدك؟ قصدي أنه هالليلة رح يخلدها التاريخ، وبكرة رح أذكرك. عشو ناوية؟ ولا شي. كل هيدا لأنك رح تغني مع ياسمين؟ مو ستيفاني اللي بتغني مع ياسمين. على فكرة، مثل العادة مش فهمين شي. مو ضروري تفهم، صار لازم امشي لانه بدي لحق اشوف رائد بيك قبل الحفله. اهلا استاذ، اهلا. تفضل تفضل تفضل. بونسوار ستنا. بونسوار استاذ، تفضل. كيفك ستنا؟ الحمد لله منيح. يا ريت ننجز عشان عندنا شغل. طلبت منك تجي لانه بدي اعمل عزل وكاله، بدي الغي كل الحسابات اللي باسم جروماني، قصدي جابر عبد الحي رمانة، اللي بتخليه يحرك كل حسابات المصرفيه اللي باسمه. اوكي. مساء الخير. مساء النور. شايفك بعدك سهرانه. إذا بتتضايق لأني سهرانة دغري بفوت بنام. لك ليش عم تحكي هيك؟ والله بس حبيت اطمن عليك. لا تخاف، أنا منيحة، منيحة كتير كمان. طيب، تصبحي على خير. وأنت بخير تاي. شو قلتي؟ يبعت لي 60 حمى. آسفة، خربطت. نادي لي إلي باسم تاي؟ يعني انه ما بعرف كيف طلعت، بس يعني عادي اني خربت باسمك واسمه. ضلينا مخطوبين سنتين وكان مكتوب كتابنا و وشو وشو شو يعني كتير طبيعي انه نكون كتير قراب من بعض، ما نحنا كنا كاتبين كتابنا شرحا. انت شو عم تحكي؟ ليش هيك عم تعمل بحالك وفيني؟ ليش عم بتكذبي؟ بس فهميني. ومين قالك اني عم كذب؟ انت ليش مصر تشوفه لاخوك ملاكو بس؟ تسمح على خير. استنى. انت بتعرفي اللي عم تحكيه هاد هو لعب بالنار؟
هلا اذا خربطت وناديت لك تين كان عم لعب بالنار. مو المشكله انه تنادي لي بتين، المصيبه اللي ممكن يكون تيم عامله. جابر رمانة، جابر رمانة، جابر رمانة. هيدي نسخة إلك ستنا. شكرا. نسخة لك مستر جو، وهي نسخة رح تبقى معي أنا. شي تاني؟ ابدا، ثانك يو. شرفت يا ويسر. يعطيك العافيه. راسين شرفت حبيبي، شرفت شرفت. اظن دلوقتي بقيتي جاهزه. بعد في شغله واحده. وبعدين بقى احنا خلاص مش جبنا المحامي وفسخنا العقود وارتحنا نفسيا، يلا بينا بقى. بدي من بعد ما اخلص الحفله اجي اخذ اغراضي وفل. ده انت مخططه لكل حاجه بقى. شو نحن خلصين من زمان. انت بتعرف هالشي كتير منيح، فما تعذبني ولا تعذب حالك بليز. حاضر يا حبيبتي، نخلص الحفله ونرجع على البيت. انا اعملي كل اللي انت عايزاه، اهم حاجه خلي بالك من الورق اللي ادالك المحامي. يلا يلا عشان ما فيش وقت. يلا الو 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 شوفي اجاني تليفون من برايفت نمبر وما حدا رد. وين المشكلة يعني؟ بركي حدا مغلط. بركي عماد؟ ما بعتقد. ليه؟ لأنه لو عماد قدر يوصل ليك ما كان سكت، لأنه عنده أشياء كتير يحكيها. بس أنا خايفة كتير من هالتليفون، حسسني قلبي إنه هيدا عماد. رنا مش قلبك اللي عم بيقول، هيدا خوفك اللي عم بخليك تحسي إنه شبحه بعده موجود. شو عم تعملي هون؟ لا 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 تقولي لي انه ما عندك خبر اني وافقت انك تغني من بعدي. حلو فستانك، امك الخياطه اللي مخيطت لك اياه. مش مهم مخيط وقد ايش سعره، مهم ما يكون غالي واللي لبسته رخيصه. أعذرك هالمرة يا روحي، لأنه بعرف إنه أعصابك تعبانة بعد حادثة أخوك الله يرحمه. أنا آسفة، كنت حابة أعزيك بنفسي. صحيح، بدي أسألك سؤال بس لا تفهميني غلط. صحيح مثل ما عم بيقولوا؟ شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا إنه جو روماني ما كان يرضى يجيب منك أولاد مشان ما يطلعوا مثل أخوك الله يرحمه. تأمنوا كل المداخل والمخارج، النهارده مش عايز غلطة واحدة، مفهوم؟ حاضر مسيو. بس
فين؟ أنا بدي فل. تفلي ومين اللي هيغني؟ أنا مستحيل غني، يعني مستحيل غني. نعم يا أختي، والعادة والشروط الجزائية أعمل فيها إيه؟ نعم وشرب ميته، وإذا هلا بصير على الحفلة تفضل اطلع غني أنت. غني أنت؟ ياسمين! مسيو جو، شو اللي عم يصير؟ مدام ياسمين لازم تطلع هلا على المسرح. سرحان في ايه؟ في الفيلم؟ ومش في بطلته. سرحان في ورقي انا، مش في الممثلة اللي هتلعب الدور. ارتحتي؟ اخ من الستات ملعين. افقفي كمان قدام جوزك عادي، مفيش اختشى، اللي اختشوا ماتوا خلاص. حسين انا مش مودية ولا عمري في حياتي هسمح لمودي ان يتحكم فيك وفيا. انا عارفه ان احنا الاثنين عندنا شغل، وانا كمان مصره ان انجح واثبت نفسي. تمام، عين العقل. طب ما تقولي بقى الكلام ده لنفسك، عشان انا زهقت من كتر ما قلته لك. ما هو بص، لما اقول لك اي ست في الدنيا لما تحس ان في حياه جوزها في ست هتحول لوحش مفترس، خصوصي لما تحس ان حد بياخد جوزها وكيانها. صح، وانا موافقك تماما على الكلام ده، بس لما يبقى اساسا في حاجه. هو مفيش حاجه يا فرح. حسام، من يوم ما اتجوزنا انا مرتحتش. في الاول خالص طلعت لنا هوبا ميرفت هانم، راحت ميرفت نطت لنا ياسمين، ودلوقتي رجعت لنا ميرفت من تاني. صدقيني والله يا فرح، انا حاسس ان ميرفت مش ناويه تعمل مشاكل. والله أنا شبه متأكد. يمكن تكون عقلت، يمكن تكون فهمت، يمكن تكون محتاجة إن احنا نديها فرصة تانية. بص بقى، أنا مستعدة أدي أي حد في الدنيا فرصة إلا الست دي. صدقيني والله يا فرح، نبرة صوتها نفسها مختلفة. يمكن تكون فهمت إنها باللي هي بتعمله دوت بتدمر نفسها وبتدمر ابنها. إلا ميرفت عمرها ما هتتغير. عارف ليه؟ علشان ده طبع، والطبع غلب التطبع. ماشي، ميرفت وحشة، امشي يا ميرفت، امشي. ميرفت مشيت خلاص. خلينا بقى في ياسمين. مش هنخلص من أم الموضوع ده بقى ولا ايه؟ الموضوع ده تحديدا في ايديك انت، يا انت تولع ناري يا انت تطفيها، والاختيار بايدك انت. طب طالما بقى الاختيار عندنا، فانا هقوم اولع في جتتك دلوقتي. نعم، هتشوفي نار لهب. قولي معايا يا بنتي. حسين يلا يا بنت، اوريكي الفرنسي بقى اللي على اصله. طيب يا ياسمين. حاضر ان ما وريتك. الرزل ده ايه ده؟ دي ياسمين. يعني ايه؟ مش مضطر ترد على الفكره. يعني ايه مش مضطر ارد؟ بس يا فرح، الست بتتطلق من الراجل النهارده. واحنا مالنا يا حبيبتي؟ معلش، ممكن يكون في حاجه مهمه ولا حاجه. ثواني بس، ثواني. الو، ايه ياسمين؟ حسام انا تركت الحفله ومشيت. خنات انا وستيفاني ضربنا بعض. قلت اخذت سياره الجوار على الفيلا، بدي اخذ اغراضي خلص، بدي فل. ما بعرف شي وحياتها. كثير خايفين. كثير خايفه من ايه بس؟ مش هيقدر يعمل اي حاجه. حاسة تدمرني. شو ماشي ورايا مثل المجنون جنن. الله يستر، ما بعرف شو بده يعمل. خايفين يا حسام. طيب
وانت ما كنتش عارف تلحقها؟ ياسمين، هو مش انت فسختي عقد الاحتكار معاه؟ طيب ولا هيقدر يعمل اي حاجه بسكسوكته دي، صدقيني. طيب اهدي انت بس وانا هجيلك. خلاص لما توصلي كلميني وانا جايلك في السكه. هتروح لها؟ اعمل ايه بس يا فرح؟ اعمل ايه؟ الست حالتها صعبه جدا. اتخانقت هي وستيفاني وشتموا بعض وضربوا بعض قبل ما تطلع على المسرح، وسابت الحفله ومشيت، وجو روماني بيجري وراها زي المجنون مش عارف هيعمل فيها ايه. لا يا شيخ، واحنا مالنا؟ ما تحل مشاكلها لوحدها. لوحدها ازاي يعني؟ مالك يا فرح؟ انا اللي مالي ولا انت اللي مالك؟ انت مش شايف لفتك عامله ازاي عليها؟ لهفتي؟ لا اله الا الله. بقول لك ايه، البسي وتعالي معايا، ولو اني ما رجحش، لان انا مش عارف جو ممكن يعمل ايه. ده مجنون رسمي بتقول لك. هو انا مالي ومال جو روماني اصلا؟ انا مش هروح، وانت كمان يا حسام مش هتروح. نعم يا اختي، هو ايه اللي مش هروح؟ اشمعنى جوزي انا يا ناس؟ ليه؟ هي ما عندهاش اهل، مفيش بادي جاردز يحموها. هي بتجرك لايه؟ بتجرك تواجه جو روماني ليه؟ فرح، مش ملاحظه ان صوتك عالي وده ما ينفعش؟ برضو مش هتطلع من البيت على جثتي يا حسام. لا هطلع يا فرح. عارفه ليه؟ عشان مش انا الراجل اللي واحده ست تقف قدامه وتتحكم فيه وتقول له هتروح ومش هتروح. مش انا يا فرح. انا مش بتحكم فيك، انا بحاول احمي بيتي ونفسي وجوزي. لا انا بعرف احمي نفسي كويس قوي، اطمني. متشكرين. ايه ده ايه ده بتعملي ايه؟ لو اتحركت خطوه واحده بره البيت هرمي الصندوق ده في الشارع، وخلي الست هانم تيجي تلم حاجتها من الشارع. استني هنا يا مجنونه انت يا فرح. فرح سيبي الصندوق وبلاش حركات الجنان والمعيله دي. لو مش عاوزنا تجنن يبقى ما تروح لهاش يا حسام. سيبي الصندوق يا فرح ورجعيه تاني جوه، دي امانه. عيب، وبعدين الحاجات اللي فيه غاليه جدا. مش هتكون اغلى منك يا حسام، وانا مش هسيبك تده مني، ومش هسيبها هي تكسب كل حاجه وانا اخسر كل حاجه. والله العظيم لو رحت لها هرمي الصندوق وهرمي نفسي وراه. قلت ايه يا حسام؟ والعقد انت مضيته بايدك، كل شيء بيناتنا انتهى. لا 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 لا، مفيش حاجه لسه انتهت، ده احنا لسه هنبتدي. شو قصدك جو؟ هقول لك قصدي ايه. زي ده. شو هيدا؟ دي صوره تبقى الاصل من اول عقد مضيتيه معايا. بيقول ايه بقى العقد؟ ان في شرط جزائي بمليون دولار عليكي في حاله ان احنا نفسخ شغلنا مع بعض، وفي حالة إنك ما تقدريش تسددي المبلغ ده كاش ومش هيحصل، يحق لي إني أتقاضى منك 50% على كل شغلانة هتشتغليها. والعقد شريعة المتعاقدين. عرفتي بقى يا روح الروح إني لسه في حاجات كتير قوي بتبتدي. أنت كيف قدرت تزور العقد شو؟ كيف قدرت تعمل فيه هيك؟ أزور؟ ظلمتيني. ليه الغلط؟ أنا عمري غلطت فيكي؟ جو ما يعملش كده. اسمعيني كويس يا ياسمين، العقد ده أنت ماضية بإيديكي، بس أنت وقتها بقى ما كلفتيش نفسك 3-4 دقايق تشوفي أنت بتمضي على إيه. فرحانة بقى، عيلة وفرحانة بالشهرة والمجد والأضواء، ما فكرتيش أنت بتمضي على إيه. مش عم صدق إنك بهالوطاوي جو. طلقني. طالق ورديتك.
كده يبقى لك عندي مره. شفت انا حقاني ازاي؟ تتفعل عليكي اسلمك الطلقه الثالثه. اوكي جو، بكتب لك شيك بالمبلغ. شيك او مشيك، شعب الكلام ده عيب. ده انا جو روماني، لما يبقى عندك حاجه في حسابك تبقي تكتبي لي وقتها شيك. انت سحبت كل ارصدتي من البنك. ارصده؟ ارصده ايه يا ام ارصده؟ خليك انت وامك في الارصاد الجويه، سيبك من ارصده البنوك دي خالص. طيب ماشي يا جو، ماشي. انا خسرت كل شيء، مش واقف على شويه مصاري بقى. وانا رح امشي هلا، بس لكن خلصت لك المصاري، ما بقى بدي اشوف وشك. عم تفهم؟ عندنا مثل في مصر بيقول بكرة تشوف يا ناكر خيري زمني من زمن غيري. بكرة تشوف يا ناكر خيري زمني من زمن غيري. ايه مسافر شرم ولا ايه؟ ما خصك فيه. سيبي الحاجات دي، الحاجات دي مش هتخرج من البيت. دي اموال خاصة، اتجننتي؟ ارجعي. فاكرة دول؟ ده اللي انت هتمشي بيه من هنا، نفس اللبس اللي انت كنت لابساه يوم ما جيت خدتك من عند امك. كان عندي بعد نظر، قلت احتفظ بيه اكيد هينفعني يوم ما هتمشي من هنا، وفعلا هتلبسيه وانت ماشيه. وصحتين على قلبك، الكام عقده على الكام اسوره اللي سرقتيهم وطلعتيهم بره البيت، والله اعلم عملت ايه بفلوسهم. ما علينا، يلا. وبكره تشوفي يا ناكر خيري. أنا مش مجنون، وأنت عارف إن أنا مش مجنون. أنا نار الغير بتاكلني، يعني إيه جوزي يقوم من حضني علشان يروح لواحدة تانية؟ يعني إيه؟ حسيت بالإهانة لما جوزي يسيبني في لحظة زي دي علشان يروح لواحدة تانية ويساعدها. حسيت بالإهانة. ليه؟ ممكن تقولي ليه؟ عشان هي الحياة كده، في حاجات أهم من حاجات في لحظات معينة. في اللحظة دي ياسمين مش أهم منك، ولا عمرها هتكون أهم منك، بس في اللحظة دي هي في مصيبة، في كارثة، محتاجة حد يساعدها، وملهاش حد تاني يساعدها غيري. فهمتي؟ الحياة مش زي الدراما اللي احنا بنكتبها، مش زي الواقع أبدا. نجمله، نلونه، نحط له رتوش، نخفف قساوته، لكن الواقع في حد ذاته قاسي، زفت. أنا ممكن أقبل الكلام ده، أقرأ في رواية، اكتبه في السيناريو، لكن ما اقدرش اعيشه، ما اقدرش. يعني ايه احس ان في حياه جوزي ست تانيه واسكت؟ ما اقدرش. وارجع افكرك، انا مش مجنونه ولا ست متسلطه، انا مش ميرفت، مش ميرفت يا حسام. والله يا فرح صدقيني اللي انت عملتيه دلوقتي ده مش بس خلاني اشوفك ميرفت، لا انا خلاني اشوفكم كلكم ميرفت، كلكم ميرفت، كل الستات اللي على وجه الارض ميرفت.
يا شباب افتحوا البوابة للفنانة وسيبوها تمشي. بقول يا فنانة، بدل ما تكلفي نفسك وتروحي بالسيرفيز ممكن تروحي بالسيارة، عشان حاجة واحدة بس، عشان جو نسي وسابها باسمك لحد دلوقتي. يلا حبيبتي يلا سلمي على ماما. ها سلمي عليها مات. يلا انت هتصوريني. ايوه ودع المكان قوي، ودع النافوره.